السنة أصبر أصبر عطني عطني جوالك يا أبو أحمد. ذيك السنة أنا من النوم بطريقة مزعجة الشيخ ما متعود أول مرة يسافر يا شباب بدويش قاعد من النوم شو اللي جابني وياكم انا شو اللي عرفني عليكم ايوه رفع الجوال اتصل على اخوه اقول لك تعالي اللي يسمونه المشيط خلك من بعض الناس حطينا كاتشب وثامن ومراقبين لا بعض الناس حلقنا شنبهم وخليناهم يصحون الكبار في ذيك الرحله ضارب عقلهم بحويح ويا ابو محمد والله العظيم تهوشوا هوشه كبيره على الفطور من بيض مسلوق ولا شكشوكه اخر شيء ما سوينا بيض ايه اما من الاشياء اللي ما انساها كيف تعرف بمعاد على الجروب الله وكيلك ضحك علينا بذبيحتين في الرياض سوى لنا عزيمه ذبيحتين وطلعت علينا الذبيحتين اكثر من بيع السوق من بعد الذبيحتين لا من بعد الذبيحتين ما لا اصبر بعد الذبيحتين زين قمنا نروح نجي وياه تعرفنا على الذبيحتين الله وكيلك الحين سنتين ما شفنا ولا ذبيحة لا 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 اصبر اصبر اما محمد علي دخل اربع وسطات انا ابي اجي وياكم في الجروب انا ما ابي منكم شيء بس ابي اتعرف عليكم شباب حلوين ابي اروح وياكم اجي ويا ابو ابراهيم اذا تكلم لي مرتضى تسوي فيك خفي خير واكون لك من الشاكرين يا ابو ابراهيم ابو ابراهيم بدفع لك 5000 يا ابو ابراهيم اذا دخلتني الجروب ايه وسوى لنا عزيمه وتعرف علينا من ذيك العزيمه سنتين الحين ما شفنا ولا عزيمه ايه وابي انام عندكم في المزرعه كم يوم ثلاث ليالي لين الحين شبك فيه انا جاي المزرعه بياخذ مفتاح السياره مالت اخوه انا جاي لاخوي زجران باخذ من المفتاح بالجنب وصار له ما ذا أخس تعرفه تعرفنا في الجروب على ذا دخلنا بأسلوب الحيلة حيلة الله وكيلك يا أبو معاذ جانا بأسلوب المسكين جايب شنطة ملابس وياه قال أنا رفيج بدويش ومطرود من البيت الثلاث ليالي صارت سنة عاد اللي أخس من كذا رجال جاي الجروب الحين يمكن اسبوعين بس جاي ياخذ المفتاح هلا مفتاح اهيم جي من الدمام اربع مرات اول ما دخل علينا المزرعه جانا باسلوب معاك المتحدث ابو ابراهيم طبعا انا معروف بالثقافه وروح اسال عني في الدمام وروح طيب شو المطلوب استضاف اليكم اكون تابع اليكم ايوه اما ابو علي استخدم اسلوب الحيله عشان والعنف لا لا استخدم اسلوب الحيله والله يا جماعه دقيقه بقول ابو علي طرق باب الجروب 3 مرات
مرتين فشل والثالث نجح. خلنا نعلمكم التجربه. دقيقه. مره دخل علينا المزرعه طق علي الباب، السلام عليكم كيف الحال يا اخوي مرتضى شلونك؟ طيب معك ابو علي ولد عم زجران. انا اول ما شفته رجال كبير سلمت عليه واحترمته، يوم قال لي ولد عم زجران طاح من عيني. المهم ايه قال انا بس جاي اسلم عليك. هذا الاولي. ايه الثاني يطول لي عمرك، جانا عبارة عن مسوق عقاري. اي والله يا جماعة الخير، جاء المزرعة قال انا محصل مزرعة حق مرتضى للبيع، كان تبون؟ طلعنا وياه انا وبدويش وبمعاذ، ويانا تذكر بمعاذ، ورحنا طلعت المزرعة من معروضة للبيع، والله من معروضة، بس الرجال بس يبي يفتح ويانا طريق.